قضية اري بادج دي يا كابتن اسلام مهمة جدا عشان الناس تتعلم ازاي تفرق في الحكم والنقد. ليه؟ احنا بنتكلم على اري بادج هو اترفض فنيا بسبب قرار من بيتسو موسيماني المدير الفني. شطارة الإدارة وشطارة إدارة التسويق في تسويق اللاعب ماديا ده أمر آخر. يعني ما ينفعش نقول مثلا إيه النادي الأهلي ككلمة واحدة ونسكت، لا، لأن النهاردة المدير الفني هو مسؤول على الحته. مثلا ما نقدرش ننسب ان النادي الاهلي كسب فلوس لبيتسو موسيماني، هو خد القرار ان هو يمشيه، ما ينفعش نقول كده خالص. لكن نقول الاداره شاطره انها سوقت اللاعب وكسبت فيه، اداره التسويق شاطره ان هي تعاملت مع كذا نادي بره وقدرت انها تكسب النادي فلوس. ولكن على المستوى الفني انا بالنسبه لي دايما النادي الاهلي ليس النادي الذي يبحث عن المكاسب الماليه في كره القدم، لا، احنا بنبحث الاول على ان احنا نقوي فرقتنا وكمان نكسب بطولات، والبطولات دي تجيب لنا فلوس. ودرس مهم جدا نتعلمه، ويعني اتمنى اكيد طبعا بيتسو موسيماني مش بيسمعنا دلوقتي، ولكن مهم جدا 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 لاي مدير فني في النادي الاهلي عبر التاريخ انه لازم يفصل ما بين اموره الشخصيه وبين الامور الفنيه. اوكي، كلنا شفنا المشكله اللي كانت ما بينك وبين بادجي لما كان ريني فايلر مدير فني النادي الاهلي وانت كنت مدير فني لصن داونز. ايا كان اللي حصل ما بينكم، طالما ان انت جيت مدير فني للنادي الاهلي يجب ان تجنب مشاعرك وامورك الشخصيه على جنب في حكمك الفني. بادجي في وجهه نظري كان افضل بكتير من وولتر بواليا وافضل بكتير من صفقات كنا دايما بنركز عليها في مركز المهاجم الصريح. اليو بادجي في نهايه مبارياته الاخيره مع النادي الاهلي كان مهاجم ممتاز، حتى المباراه قدام نادي الزمالك، نادي الزمالك كسب 3-1، بادجي قدم مباراه فنيه ممتازه وكان الكيرف بتاعه طالع. فنتمنى ان احنا دايما في النادي الاهلي، مثلا انا النهارده قلت لاغلبيه الجمهور هنبيع اليو ديانج ب 10 مليون يورو بس مش هنقدر نجيب له بديل، هيتقال لي لا مش احنا مش نادي يهدف الى تسويق اللاعبين، احنا نادي بطولات، فبالتالي لو هنبيع بالرقم ده اوكي بس نبقى مجهزين البديل الاول. هل ده اللي تم مع بادجي بالراي الفني موسيماني؟ لا. وبالتالي هنا اتمنى ان بيتسو موسيماني في حكمه على اللاعبين، خصوصا ان احنا داخلين على فتره انتقالات صيفيه، احكم فني فقط، بلاش الامور الشخصيه وبلاش الامور اللي فيها اصل انا زعلت من فلان وما زعلتش من فلان. بس